برنامج صناع التاريخ. في التاريخ رجال كرام حازوا في المجد أرقى وسام، ما ضيعوا أوقاتهم سدى، فكانوا أعلام هدى. صناع التاريخ برنامج يعرض لكم القصص المشرقة والمواقف المضيئة لأعلام الأمة خلال 200 سنة الأخيرة. صناع التاريخ برنامج تقدمه لكم آثار للأعمال التاريخية، ويصحبكم فيه الباحث في التاريخ عبد العزيز العويد. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذا اللقاء المتجدد مع صناع التاريخ. وكنا قد ذكرنا في اللقاء الماضي بعضا من صور أهل العلم في حرصهم على العلم وحفظهم له. من تلك المواقف أيضا أيها الإخوة أيتها الأخوات موقف للشيخ الشققي رحمه الله. والشيخ الشققي هو محمد بوشي ابن عبد الله الشققي، ولد رحمه الله تعالى في حماة في سوريا في سنة 1282 من الهجرة، وحفظ القرآن منذ صغره ودرس العلوم الأخرى وأخذها الناس عنه حتى توفي رحمه الله في سنة 1352 من الهجرة. انظروا إلى هذا الموقف الجليل أيها الإخوة أيتها الأخوات، حينما تعظم الهمة في الحرص على العلم وحفظه. الإنسان أحيانا قد يعرض له عارض يعوق عنده طلب العلم، يعوق عنده طلب العلم، لكنه إذا جاهد وصابر بلغ المنى، ومن كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة. إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء، ويلهيك حسن جمال الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. والعلم لا يؤخذ إلا بالتعب والشقاء، لا يؤخذ إلا بمرور الأيام والليالي. الشيخ الشققي رحمه الله يقول عن نفسه في بدء تلاوته وحفظه للقرآن الكريم، يقول: كنت طفلا أقرأ القرآن على شيخ عبد الله العكش، وكنت سيء الحفظ، وكان الشيخ يضربني ضربا مبرحا لإهمالي وسوء حفظي، حتى إني يوما بكيت فيه كثيرا والتجأت إلى الله تعالى وقلت: يا ربي إلى متى هذه البلادة وسوء الحفظ؟ يقول: إلى متى هذه البلادة وسوء الحفظ؟ يقول: وإذا بيوم قريب صرت فيه أحفظ الصفحة من القرآن الكريم من دور واحد والحمد لله، وهو غلام صغير يحمل في قلبه هم حفظ القرآن. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم ذرية صالحة تحفظ كتاب الله وتعمل بما فيه، اللهم آمين. من المواقف أيضا إخواني أخواتي ما يذكر عن الشيخ محمد عبد الله بن زيدان البوصادي الشنقيطي رحمه الله. وهذا الشيخ الجليل القدر ولد في شنقيط وقرأ على علمائها وبرع في العلوم، ورحل إلى الحرمين زمن الأشراف حتى توفي في القاهرة في سنة 1353 من الهجرة. لما رحل إلى مصر في سنة 1349 استقبل الشيخ محمد عبد الله بن زيدان البوصادي الشنقيطي رحمه الله علماء القاهرة بالبشر والتقدير، ونزل في المحلة الكبرى فيها وباشر تدريس اللغة العربية والفقه المالكية في الأزهر، وألقى فيه عدة محاضرات في مواضيع شتى، واجتمع ذات مرة بطائفة من العلماء في مصر. وبعدما عرف كل واحد بنفسه سألوه عن حفظ الشناقطة وجودة شعرهم وتبحرهم في اللغة، فأجابهم بقوله: فأما حفظهم فأبسط دليل عليه أني أستطيع إعادة ذكر أسمائكم أجمعين أكتعين، ولا تستطيعون ذلك. ثم سردها لهم من غير تبديل أو تحريف فيها، ثم أنشأ لهم قصيدة مديحة، قصيدة في المديح من 56 بيتا متحديا لهم بفهمها، يقول في مطلعها: بطيبة أطلال عفون دوارس، تلاليلها بيض وسود حنادس، إلى أن يقول: وخيم فضفاض الرداء مرزأ، ورضرض رضراض الحصى متشاوس، وختمها بقوله: وهيهات هيهات المدى من مداهم، وشتان شتان الأضى والمقامس.
هذه كلها من المعاني الغريبة في اللغة العربية التي تدل على سعة فيها. فلما سمعوا ذلك منه عرفوا له قدره في العلم والحفظ. من المواقف أيضا ما يذكر عن الشيخ محمد بدر الدين ابن يوسف الحسني رحمه الله الذي يعد عالم علماء دمشق. ولد في سنة 1267 من الهجرة، ونشأ في حجر والده الشيخ يوسف المغربي، وهو من كبار علماء المغاربة الذين استوطنوا الشام، ودرس على علماء بلده، ورحل إلى مصر وقرأ على علمائها، وقد بلغ في العلم مبلغا عظيما وهو دون 30، حتى صار من أشهر العلماء وأوسعهم اطلاعا. توفي رحمه الله تعالى في سنة 1354 من الهجرة. الشيخ بدر الدين الحسني رحمه الله مما يدل على جلالة قدره في العلم أنه حفظ الألفية في الحديث والشاطبية في القراءات، وقد حفظ الألفية في النحو والشاطبية في القراءات، وحفظ أيضا ألفية الحديث للعراقي وغيرها في 12,000 بيت في فنون مختلفة. ثم أشغله الشيخ أبو الخير الخطيب بقراءة شروحها بفهم وإتقان، ولم يكمل 18 من عمره حتى نبغ نبوغا باهرا استلفت إليه أنظار مشايخه، فأجازوه إجازة عامة وأذنوا له بالتدريس، وشرح غرام الصحيح في مصطلح الحديث ولم يكمل 20 من عمره. ثم أقبل على المطالعة بنفسه بهمة شماء وعزيمة صحيحة، وحفظ من الأحاديث بأسانيدها ما شاء الله أن يحفظ، ومما حفظه البخاري ومسلم بأسانيدهما. ثم بدأ بالتأليف فألف نحو من 40 كتابا وسنه دون 20. ثم صار يقرئ الطلبة في الجامع الأموي النحو والصرف والبلاغة والمنطق والفقه وغيرها، وقرأ درسا عاما بين العشاءين فاجتمع عليه الخلق الكثير، وتعطلت دروس غيره من الشيوخ لشدة فصاحته وإخلاصه، ولم يكن يومئذ بوجهه شعر أصلا. ولما أحس بما ألم بنفوس القوم ترك الدرس واعتزل في غرفته من المدرسة، ولم يخرج منها 17 سنة، حتى يقال إنه ما كان يرى أبدا إلا في أوقات الصلوات. وفي هذه المدة أكب على المطالعة والحفظ، وأقبل بكليته على علم الحديث حتى صار فيه الحجة البالغة. وفي هذه الفترة رحل إلى مصر وأخذ بها عن علمائها، لا سيما الشيخ إبراهيم السقا وهو عمدته في الرواية والإجازة. ولما تجاوز 30 من عمره قرأ درسا عاما في جامع السادات في سوق الطويل عن ظهر قلب من صحيح البخاري، فبهرت الناس فصاحته وتكلمه على الحديث الواحد من علوم شتى لم تعرف بديار الشام، مثل الحكمة والطب والرياضيات وغيرها. فلما كثر الخلق عليه وضاق بهم الجامع انتقل إلى جامع سنان باشا، فكان يقرئ ليلة الجمعة والاثنين من بعد المغرب إلى العشاء، ويجتمع عليه الألوف من الناس، كما عقد يوم الجمعة درسا في المسجد الأموي من بعد صلاة الجمعة إلى العصر، من أعجب الدروس في عصره. وكان يفتتح درسه جاثيا على الأرض يحدث بحديث من البخاري أو غيره من الكتب الستة التي هي من محفوظاته في علم الحديث، فيروي الشيخ الحديث من طرق مختلفة، ويذكر درجته ويبحث عن رواته ويترجم لهم ما أمكن، ثم يميل إلى متن الحديث فيشرحه شرحا وافيا، ويبين ما فيه من الأحكام الشرعية مع بيان اختلاف المجتهدين، ويقرر ما تعلق بالحديث من العلوم العربية والشرعية والكونية، وما يتعلق بعلم الكيمياء وبخصائص الحيوان والنبات، وما يتعلق بالحديث من شؤون الساعة. وكان كثير من الأطباء والرياضيين وعلماء الفلسفة يحضرون دروس الشيخ فيشهدون له بالتفوق في هذه العلوم كأنه متخصص فيها. وهذا لا شك أنه يدل إخواني أخواتي على فضيلة الاشتغال بالعلم مبكرا، وعلى أثر تقييد الله سبحانه وتعالى للإنسان عالما جليلا يقرأ الإنسان عليه ويستفيد من خبرته في الحياة بالتوجيه والنصح والإرشاد والصبر والجلد. ولا شك أن الشيخ بدر الدين الحسني رحمه الله ما بلغ ما بلغه
إلا لما قيض الله له ما ذكرت وغير ذلك. إلا لما قيض الله له ما ذكرت وغير ذلك أيضا. فالشيخ رحمه الله تعالى كما يقول الشيخ الطنطاوي لا يوجد عالم من علماء دمشق الآن إلا وهو من تلاميذ الشيخ بدر الدين الحسني رحمه الله. من المواقف أيضا الماثلة إخواني أخواتي في العلم والحرص عليه ما يذكر عن الشيخ سليمان ابن محمد ابن سليم رحمه الله تعالى، وكان قد ولد في بلده في بريدة في سنة 1295 من الهجرة، وأخذ العلم عن والده وعن الشيخ محمد بن عبد الله بن سليم وغيرهما، وقد عرف رحمه الله بقوة الحفظ. توفي في سنة 1361 من الهجرة، وكان الشيخ سليمان بن سليم رحمه الله ذا ذاكرة وحفظ، فليس في عصره له مشابه كما يذكر عنه. إذا سمع الشيء وعاه وحفظه، وإذا تكلم استدل بآية أو حكمة مأثورة، كل ذلك من حافظته، حتى قيل عنه رحمه الله كان يحفظ الهدي النبوي لابن القيم رحمه الله. الهدي النبوي أو المسمى بزاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو كتاب يقع في 5 مجلدات، كل مجلد لا يقل عن 400 صفحة تقريبا. كل هذا كان يستظهره الشيخ سليمان ابن محمد ابن عمر ابن سليم رحمه الله تعالى. من المواقف التي تذكر أيضا إخواني أخواتي في العلم والحرص عليه ما يذكر عن الشيخ العلامة التهانوي رحمه الله، وهو الشيخ أشرف علي ابن علي التهانوي، ولد في سنة 1280 من الهجرة في ولاية أترا براديش في شمال الهند، وأسرته أسرة علم وصلاح، عرف بعلمه وقوة حفظه وتميزه في العديد من العلوم، وقد صنف العديد من المصنفات وتولى المناصب الكثيرة. توفي رحمه الله في سنة 1362 من الهجرة. كان رحمه الله تعالى من الذين يحافظون على كل لحظة من لحظات الحياة وكل ثانية من ثوانيها محافظة دقيقة، لا يغادر منها دقيقة ولا ثانية إلا أحصاها، واستغلها لصالح الإسلام والمسلمين. فكان رحمه الله مثالا في ضبط الأوقات وحسن توزيعها بين الله وبين العباد وبين شؤونه الشخصية والعائلية، لا يخل بها ولا يستثني منها إلا اضطرارا. يقول الشيخ عزيز الحسن مجذوب رحمه الله، وهو من أهم الملازمين للشيخ وكبار خلفائه، إن من أهم الشيخ من أهم خصائص الشيخ التهانوي رحمه الله ومميزاته أنه ما كان يضيع شيئا من أوقاته، وإنما كان يحاسب كل دقيقة ولحظة من حياته محاسبة دقيقة، ويعتبرها أثمن وأغلى ما رزقه الله تعالى من النعم في هذه الحياة الفانية، الأمر الذي ساعد في تحقيق المهمات الصعبة وإنجاز الأعمال الكبيرة الهامة في وقت قصير. وكان بفضل الله تعالى وعونه تم ضبطه لوقته وحسن استخدامه له، فكان رحمه الله تعالى قد ترك مآثر علمية خالدة ومكتبة واسعة كبيرة ثرية تدل على جلالة قدره وحرصه على علمه. وها هو شيخه وأستاذه العلامة محمود حسن الديوبندي المعروف بشيخ الهند رحمه الله، قد زاره مرة من المرات ونزل عنده ضيفا، فأكرمه الشيخ التهانوي قدر ما يستطيع، ووفر له كل ما يحتاجه شيخه من وسائل الراحة. ولما حان وقت تأليفه وموعد تصنيفه حسب جدوله الخاص المبرمج في حياته، ذهب إلى شيخه يستأذنه مراعيا في ذلك كل معاني الاحترام وغاية التوقير، وقال: سيدي وأستاذي، عندي بعض الأعمال العلمية أقوم بها في مثل هذا الوقت، فلو أذنت لي. فأذن له الأستاذ الكريم بكل سرور ورحابة صدر قائلا له: اغتنم هذه الفرصة التي وهبك الله إياها. وها هو العلامة عبد الحي الحسني رحمه الله يصور لنا كيفية ضبط أوقاته تصويرا دقيقا، فيقول: وكانت أوقاته مضبوطة منظمة، لا يخل بها ولا يستثني فيها إلا في حالات اضطرارية. وكان إذا انصرف من صلاة الصبح اشتغل بذات نفسه عاكفا على الكتابة والتأليف منفردا عن الناس، لا يطمع فيه طامع إلى أن يتغدى ويقيل ويصلي الظهر.
فإذا صلى الظهر جلس للناس يكتب الردود على الرسائل ويقرأ بعضها للناس ويتحدث إليهم ويؤنسهم بنكته ولطائفه، وكان حديثه نزهة للأذهان وفاكهة للجلساء بحيث لا يملون ولا يضيقون. فإذا صلى العصر انفرد عن الناس واشتغل بشؤون بيته إلى أن يصلي العشاء فلا يطمع فيه الطامع، رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. قدمت لكم آثار للأعمال التاريخية، برنامج صناع التاريخ للباحث في التاريخ عبد العزيز العويد.